كوكو البنات، وش راكم؟ صافا لاباس؟ الحمد لله. اليوم ان شاء الله البنات راح نشارك معكم سلسلة مرهقات. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم العناية بالمنطقة الحساسة. نبدأ على بركة الله. اول حاجة البنات بالنسبة لي هي اهم شيء للتخلص من اسوداد المنطقة الحساسة. الى ما كنتيش ديري هذه العفسة اللي راح نقولها لك دروك، ها اختي غير ما تروحيش وتخسري دراهمك على لي كريم ترطيب، لي كريم تبييض. اول حاجه اللي هي تنشيف المنطقه الحساسه. اول سبب اللي يخليكم المنطقه تاعكم تولي سوداء هو الماء اللي تخلوه. لازم تكون عندكم اون سيرفييت سربيتا كيما هكا البنات، خصيصا الحساسه لازم تكون رطبه ماشي خشينه. هادو السيرفييت البنات كيجوا البنات 3 سيرفييت يجوا هكا اون بواط، ديروا البنات 30 ميل وبزاف شابي البنات براتيك. كل يوم تبدلي وحده، كل يوم في الليل تستعملي اون سيرفييت، تقدري تستعملي اي بابي ايجينيك كيما هذا البنات، تنشفي بها في المنطقة الحساسة او الفخذين. راكم فاهميني البنات، كل ما تبغي حاشاك تدخلي للتواليت دخليها معاك. طريقة التجفيف تكون من الامام الى الخلف، عكس تمنعي هكا الانتقال الجراثيم والبكتيريا. ثاني حاجة اللي هي ازالة الشعر من المنطقة الحساسة. هذا السبب اللي يخلي فيك الريحة انها ما تكونش قعشب ويدير لكم واحد الروائح كارثية. نصحك انك تشري هذه الجيلات تاع فينوس، هذه جيلات تاع فينوس البنات تاع 3 لام، بزاف هايله البنات، نصحكم انكم تشروها. هذه بالاخص البنات هادو لي جيلات تاع فينوس اللي يكونوا في الغوز باللون الوردي، هايلين البنات، فيها 3 لام. طريقه النزع البنات لازم تكون من الاعلى الى الاسفل، من الاعلى الى الاسفل هكا، من الاعلى الى ود تنبت الشعرة، تنبت راكدة ماشي واقفة، فهمتوني بنات؟ وحلو ودنيكم معايا. مدة صلاحية الشفرة بمعنى أوضح شحال من مرة تستعمليها؟ عندكم 5 مرات فقط. إلا استعملتيها فوق 5 مرات راح يولي فيك الحب في ديك المنطقة. سعر تحادو البنات تجي جيلات الوحدة دير 25000، ديروا عليها كابتور ديكرون وقول لها خصنا هذه الجيلات بالضبط. إذا استعملتيها فوق 5 مرات راح تلاحظي انها ما راحش تقلع لك الشعر. اون بلوس دو سا هو السبب اللي راح يخلي لك انه في ديك المنطقه راح يولي فيها حبوب. سما لازم عليكم البنات تستعملوا جيلات 5 مرات فقط ومن بعد لك تقيسوها في لابوبيل. لازم البنات تغلقوها بالبلاع تاعها اللي هو هذا اللي يجي فيها، تغلقوها بهذا البلاع البنات، لازم تغلقوها ما تخلوهاش مفتوحة قبل الاستعمال. لازم تخلوها لمدة 10 دقائق في الماء حامي للتخلص من كامل دوك الجراثيم. قبل البنات قبل ما تستعملي شفرة الحلاقة في المنطقة الحساسة لازم عليك ديري مقشر لي يكون 100% ناتشوغيل. واش راح تحتاجو في المقشر؟ ملعقة تاع قهوة كيما راكم تشوفو، وعندكم زيت جونسون. ديروش جيل دوش في المنطقة الحساسة، خطأ كبير. جيل دوش ما ينداش في المنطقة الحساسة، واللي ما عندهاش زيت جونسون دير في بلاصته زيت الزيتون. ديريه عاملي القوماج تاعك كيما كتشوفي، قلت لك عندك قهوة وزيت جونسون حاجة فريمون ما غاديش يتشدك. 2 دقائق راح تصنعي فيها مقشر ليكون طبيعي. قلت لك عندك تحتاجي قهوة وزيت جونسون، خلطيهم مع بعض وديريها في المنطقة الحساسة. قومي مليح دي المنطقة الحساسة، ومن بعد كي تغسلي غسلي بالماء قلعي هذاك القوماج. من بعد ما ديري القوماج تاني حاجة راح تجيبي طرف صابون، صابون صامت، هذا صابون تاع الطرف على حسب كل واحد كيفاش يقولوا له. ديريه كامل في المنطقة الحساسة وقلعي شعر براحتك. عمرك الا تقلعي شعر من المنطقة الحساسة وانتي تكون ناشفة راح تجرحي روحك. لو كانت ديريها بنفس الطريقة اللي راني نقول لك عليها وتداومي مع المطول راح تلاحظي تحسن وفرق كبير. ما راحش تولي فيك ريحه فايحه، بالعكس راح تولي فيك ريحه بزاف شابه، والشعر البنات ما راحش يديرونجيك. كي يبغي ينبت ما راحش يديرونجيك كامل. سما لازم البنات الا استعملتوا نفس الخطوات اللي نقولكم عليهم راح تلاحظوا فرق كبير مع مرور الوقت.
الحاجة اللي لازم تكون لي هو الغسول جل انتيم خاص بالمنطقة الحساسة. تسيبوه عند لي فارماسي لي كوسميتيك، قولوا له عطينا غسول المنطقة الحساسة راح يعطيكم غسول. كاين بزاف انواع، انا بالنسبة لي هذا ناتورا برو، هذا جديد لبنات، كنت شريت واحد راهو في شعال كنت نستعمل فيه، قعد لي واحد 6 شهور ولا وفي دي باس 6 شهور هكا. وهذا وين البنات باش كمل لي، وراني فايته 6 شهور، راني قريب غادي ندخل في الشهر السابع. برو بزاف هاي البنات استعملته وعجبني، انا حاجه كي نستعملها وتعجبني ما نقدرش اني نبدلها. واللي ما تقدرش انها تشري غسول المنطقة الحساسة بالرغم من انه ماهوش غالي، ما تقدرش تشري جل انتيب تغسل غير بصابون تاع الطرف. نجو دروك البنات من بعد ما تغسلي وديري تقشير وتقلعي الشعر من المنطقة الحساسة وتخرجي من الدوش، واش لازم عليك ديري مرحلة فريمون اساسية اللي هو ترطيب المنطقة الحساسة. ضروري البنات من بعد تخرجي من الدوش لازم عليك ترطبي المنطقة الحساسة. انا ننصحكم انكم تشرو زيت جونسون متعدد وترطبوا به اي منطقة من الجسم تاعكم. راني شارك معاكم اللي خرجت عليا عن تجربة شخصية، كل وحدة تشري على حساب جيبها ما تكلفش نفسها. مثلا انا عليها قلت لك استغني على كامل منتجات العناية، بس زيت جونسون ما تستغنيش عليه، غير زيت جونسون وحده راح يقضي لك الغرض في كاع الجسم. ديريه في لوكوغت في الجسم تاعك، ترطبي به كاع الجسم، ترطبي به البشره تاعك، كي تبغي تستعملي شفره الحلاقه ديريه في شعرك في لي فوغش، ديري لك الغرض في كاع الجسم تاعك من راسك حتى رجليك. تشريه لبنات كاين على ما اظن هذا البنات الكبير، هذا الكبير لبنات ايدي 60 عفوا ولا 70 مانيش عاقله، خير من اللي تروحي تشري مرطب للجسم وحده، مرطب الرجلين وحده، مرطب اليدين وحده، مرطب للوجه وحده، راح تقوم لكم بزاف غاليه. مانيش نهدر باسكو انايا نقدر اني نشري كاع، ودي فوا البنات كيطيح بيا وما نصيبش البنات، يعني كي تكملي كاش منتج تاع الوجه ولا تاع كرعيه ولا تاع يديه في اي منطقه تاع اي منطقه داك المنتج كي ما نصيبش عليها وين، نشري غير زيت جونسون وحده البنات يقضي لي كامل الغرض. راني نعطيكم في لي زاستوس باش تشري على حساب جيبها ولا حساب جيب والديها، بما انه حنايا ما عندناش نخدمو. زيت جونسون الترطيب تاعه بزاف شباب البنات، ريحته شابه. طيب لازم يكون بشكل يومي او كل يومين باش تبقى فيك ديك الريحه الشابه. خاص لازم يكون عندكم مسك الطهاره اللي تكون ريحته شابه وتشموا ريحه النقاوه تولي تفحفح فيكم. عندي هذا البنات مسك الطهاره، عندي حتى هذا البنات اللي هو هذا مسك الرمان اللي كان جبته لامي من العمره. قلتلكم البنات هادو في زوج ريحتهم شابين سختو المسك الطهارة. راح نوريكم البنات طريقة الاستعمال كيفاش تستعملوا مسك الطهارة. حاجة بين البنات مسك الطهارة او مسك الرمان ما لازمش تستعملوه ديغاكتومون في لازون انتيم، لازم ديرو هادي طريقة. كوتون ديسك كيما راكم تشوفو، تجيبو كوتون ديسك تاعكم تشمخوه، اللي ما عندهاش المواد باش تشمخه تقدر تشمخه غير بالماء عادي، رشو عليه كيما هكا، ترشي عليه الماء ورد هكا. البنات الماء ورد تاعي قلت لكم اللي ما عندهاش الماء ورد تستعمل الماء عادي. راح ندير قطرات من زيت جونسون بما انه اصلا انا كنت رطبت المنطقه هكا، قطرات من زيت جونسون. نزعو هذاك الزيت جونسون تاعنا، راح نجيبو مسك الطهاره وراح نمسحو به هكا البنات، ونديروها في لازون انتيم ريحة النقاوة اون بيغسون البنات، تشموا فيها ريحة واحد ريحة النقاوة متأمنوش عقلكم. هذا مسك طهارة بالرغم من انه ماهوش اوريجينال، هذا البنات كنت شريته 35000، بالرغم من انه رخيص ولكن ريحته البنات توقع فيك لمدة 24 ساعة. والمسك الرمان حتى هو البنات عنده يبقى فيك بزاف مدة طويلة. ولا ديروا البنات مسك الرمان كيما راكم تشوفوا فيه
هكا تمسحوها على الكوتون ديسك تاعكم هكذا البنات تمسحوه مليح، ديروها البنات في لازون انتيم وتمسحو غير مفوقه ماشي من الداخل غير مفوقه البنات. نجو دروك البنات الملابس الداخليه لي كيلوت، لي كيلوت البنات تاعكم لازم يكونوا كوتون مريحين ماشي يجيك مضيق، لازم يكون شويه كبير عليك، الا كانت يجيك مضيقه راح تولي فيك الاسويداد في المنطقة الحساسة. في الأيام العادية لبسوا البنات لي كيلوت، في الأيام العادية البنات لبسوا لي كيلوت اللي يكونوا كوتون ويكونوا زعما شوية عراض ماشي مضيقين بزاف البنات، يكون مزير عليك راح يجرحك وتولي منطقة سمراء. بالنسبة للإسمرار المنطقة الحساسة هي حاجة دايرها ربي سبحانه في أي بنت، ولكن الإسمرار عنده درجات، إذا كنتي سمراء غير شوية على اللون تاعك الطبيعي هذاك الإسمرار عادي، بصح إذا شفتي ديك المنطقة ولات فغيمون كحلة ماشي سمراء كحلة ماشي عادي البنات، تلبسي لي كيلوت اللي يكونوا مزيرين مع الاحتكاك راح تولي المنطقه سمراء، نعطيك لا وصفه تبييض لا حتى حاجه. الا تبعتي الخطوات هادو عرفي انه راح تولي دائما نقيه وريحتك تهبل. لي كيلوت البنات بدلوهم كل يوم اصباح باش تحافظوا على لي كيلوت تاعكم ويبقاو دائما نقيين، خاص يكون عندكم لي بروتيج سليب اللي هما الفوطه اليوم بروتيج سليب تاعوان بزاف هايله البنات ليكو. البنات كيفاش يجو، كاين البنات اللي ما يعرفوش كيفاش يجو البروتيج سليب، راني نوري لك كيفاش يجو ليكو البنات. يجو رقاق بزاف ما راحش يديرونجيكم، بالعكس البنات كي تستعملوا لي بروتيج سليب راح يساعدوكم انكم لي كيلو تاعكم ما يولوش مسخين. حنايا البنات الافرازات المهبليه هذاك الوسخ اللي طيح علينا شاك جوغ يطيح علينا كل يوم، هذاك البنات صار له كيل اسيد كيل اسيد فهمتوني. سما لو كان تلاحظوا انه بالنسبه للبنات اللي ما يلبسوش لي كيلوت اللي يكونوا بويدين يلبسوا لي كولوت اللي يكونوا بلي كولور في البلو، ولا مع الوقت البنات راح يلاحظوا انه لي كيلوت تاعهم ولاو هكا فيهم اسفرار، يكونوا عندكم لي بروتيج سليب كيما راكم تشوفوا باش هكا البنات ايفيتو كامل لي بروبليم ولي كيلوت تاعكم يبقاو نقيين. بروتيج سليب هادو فوط يوميه، هادو ماشي تاع الدوره غير نو، هادو فوط يوميه كل يوم تستعملو في النهار البنات عندكم تبدلوها 3 فوا باغ لا جورني فهمتوني. عندكم في فتره الصباح تبدلوها نقولوا حنايا من الصباح ما جو سي با قيسيش راكم تنوضوا ما على باليش، مثلا انا راح نعطيكم مثلا عندكم من 8 حتى للوحده ومن الوحده حتى حتى 8 حتى 8 تاع الليل، من 8 تاع الليل حتى 8 تاع الصباح تاع غدوه من داك. سمع عندكم البنات تبدلوها 3 فوا باغ لا جورني باش هكا البنات تحافظوا على لي كيلو تاعكم ويبقاو رقيقين وما توليش فيكم الريحه الفايحه. والبنات بالنسبه لي كيلوت عمرك الى تغسليهم بالاومو تاع ماشينه ولا اومو عادي لازم تغسليهم بالصابون تاع الطرف وما ديريش لا جافيل فيهم البنات، غسليهم عادي شروهم البنات ديروهم في الاشعه الشمس عرضوهم للشمس البنات، بالاخص لازم عليكم البنات ديروهم في الشمس باش هكا كامل هذوك لي بكتيري يروحوا. هم البنات لي كيلوت تاعكم سختو دروك في الصيف البنات باسكو في الشتاء، انا هذه المعلومه عطاتها لي الطبيبه تاع الجلد باسكو واحد الوقت كنت نعاني بزاف كانوا يحكموني ديزانفيكسيون، الطبيبه تاع الجلد قالت لي لي كيلوت لازم عليك تعرضيهم للشمس. بالنسبه للصيف البنات كاين اشعه الشمس دي فوا تكون دي فوا ما تكونش، سما انا واش ندير البنات غير نغسل لي كيلوت تاعي نغسلهم بالصابون تاع الطرف غير ينشفوا، نجيب الحداد البنات نفوت عليه بالحداد نحده مليح باش هكا البنات هذوك لي بكتيري كامل يروحوا. وفي الشتاء البنات في الشتاء ما نحددهمش باسكو كاين الشوفاج غير بنحطهم هكا فوق الشوفاج يحماو عرف باللي فريمون لي بكتيري راحوا منهم. بالنسبه لي بروتيج سليب البنات يديروا 11000 ولا 12000
في فترة الدورة الشهرية البنات لازم يكونوا عندكم اوان اللي فوط ذات اجنحة طويلة. لكل البنات انا دايما ملي بديت في اليوتيوب نقولكم انا نشري غير هادو اوان اللي راكم تشوفوا فيهم البنات بزاف هايلين، ديروا عليهم كابتور دي كرون تكون نشرح لكم علاش هايلين. اول حاجة البنات شديدة الامتصاص ومريحة مليحة بزاف البنات ومليحة حتى النساء الحوامل بزاف فوط صحية، ولكن هادي اوان من نهار اللي استعملتها عجبتني وما بدلتهاش. لو كان البنات اللي يتفرجوا عليا من بكري من اللي بديت اليوتيوب راح يعرفوني باللي نستعملهم غير هما. خزروا البنات كيفاش هي بزاف طويله، غير في الكاميرا يتبان قصيره، طويله بزاف البنات تقفلكم من القنت للقنت راكم فهمتوني البنات. هي لهنايا من القدام جايه عريضه ليكو، ولهنايا مره البنات ليكو كيفاش جايه عريضه بزاف. هاني انا حطيتها لكم هكا باش تشوفوها امامكم بزاف. نصحكم انكم تشروها البنات، ديروا عليها كابتور دي كرون وشروها، سختو هذه اوان تاع 3D. خزروا مليح البنات كيفاش دايره لا بوات تاعها، جايه بلو بالفير. وديك خطأ البنات لو كان البنات اللي تفرجوا تكون حط لكم لهنايا لا فوتو تاع هذه اوان كيفاش دايره لا بوات تاعها. ليكو هذه البنات جايه صغيره تاع الليل، وهذه البنات تاع الصباح نفسها البنات، هادو في زوج كيف كيف، غير هذه قصيره قلت لكم تاع الصباح وهذيك طويله بزاف تاع الليل. وصلنا البنات دروك لافين تاع لا فيديو، جيسبر كون عجبكم لا فيديو، ديروا لي ابوني، تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد البنات، وخلوا لي تعليقاتكم، والتفاعل زيرو، وعلى بها مانيش نحط لكم بزاف تاع لي فيديو مالغري عندي بزاف تاع الافكار، مي البنات كيكون التفاعل قليل ما نقدرش اني نولي غير نحط لكم في لي فيديو وانتم ماكوش تتفاعلوا. شوفوا لي فيديو ما تخلوليش لي جيم، ما تخلوش لي كومونتات. تلقاو في فيديو جاي، باي باي.